حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أظهرت بيانات أولية عن التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن كبلر للتحليلات أن واردات الهند النفطية من روسيا انتعشت خلال شهر أيلول بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر خلال شهر آب. وأوضحت البيانات أن الهند، والتي تعتبر ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت واردتها من العراق وقللتها من النفط السعودي. هذا وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن واردات الهند من النفط العراقي بلغت نحو 1,100,000 برميل يومياً. أكد خبراء اقتصاديون أن التناقضات الحكومية حول الاقتصاد العراقي بلغت مستويات أوجدت فجوة كبيرة من الصعب تقليصها بين المواطن والطبقة السياسية. هذا وأضاف الخبراء أن الطبقة السياسية باتت مكشوفة بفسادها أمام الرأي العام، وأن افتقار العراق إلى مقومات الاقتصاد الحر سيستمر بسبب الكم الهائل من التشريعات التي تكبل القطاع الخاص للمساهمة بالنهوض بالبلاد وسط الارتفاع الكبير لأسعار النفط وعودته إلى عتبة 100 دولار للبرميل الواحد. أفادت مصادر صحفية بأن مظاهر الجفاف التي باتت سائدة في العراق تسيطر على الأراضي الزراعية وتتسبب بكوارث بيئية كبيرة في ظل استمرار الأزمة التي فاقمها الإهمال الحكومي. وأوضحت المصادر أن قرار تخفيض المساحات الزراعية في البلاد من قبل وزارة الزراعة الحالية يؤثر بشكل كبير على الكميات المنتجة وعلى مصالح المزارعين والفلاحين، ويؤدي إلى تحجيم الاقتصاد وتقليل الموارد المائية، مبينة أن السلطات الحكومية تخلت عن زراعة أكثر من 7 ملايين دنم من الأراضي الصالحة للزراعة بذريعة مواجهة الجفاف. ارتفعت صادرات الأردن من السلع والخدمات بنسبة تجاوزت 15% لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار أو مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وبحسب البنك المركزي الأردني فقد زادت الصادرات الخدمية بنسبة تجاوزت 43% لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة تجاوزت 49% ومن خدمات الناقل بنسبة تجاوزت 20%. وفي خبرنا الأخير، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 1,300,000,000 دولار للمساعدة في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ. وكان المغرب قد طلب قرضا من صندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال 8 شهر أيلول الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2,900 شخص. تأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي 9 و15 من شهر تشرين الأول. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.